قبل أن أختم هذا اللقاء لدي سؤال أطرحه على جميع الإخوة، وأريد أن أسمع من واحد منهم جوابا عليه. من يلخص لنا أسباب النجاة التي مرت معنا في هذه الكلمة سببا سببا بدون شرح؟ الأول التوحيد، الثاني الاتباع، وهكذا يذكرها سببا سببا بدون شرح. من يجيب؟ إذن أنا سأختار اختيارا هكذا رغبة عندي بدون رفع الأيدي. أنا سأختار بدون رفع الأيدي. أريد أن تعطي الميكروفون للشيخ يلخص لنا الأسباب. أسباب النجاة يوم القيامة: الأولى التوحيد، والثاني العمل بالسنة، والثالث العمل الصالح، والآخر الوقوف بيد الله سبحانه وتعالى بالدعاء. الأسباب الآخر berhati-hati dan waspada terhadap perbuatan-perbuatan yang jelek. Kemudian hifdzul lisan. Wasbabun akhar al-ikhlas fi du'a. Sebabun akhar kasratul istighfar lillah subhanahu wa ta'ala. Wa amma kasratul istighfar talabul ilm, masyaallah. Naam. Musahabatul salihin. Jangan ketawa. Apa namanya? Apa dia? Waspada terhadap perbuatan-perbuatan syaitan yang ada pada kita sebagai musuh kita. أريد أن أسأل الشيخ سؤالا لا ينزعج منه ويجيبنا عليه. كم عمر الشيخ؟ 76. حقيقة أنا وجهت السؤال إليه دون غيره لسبب، لأنني رأيت من بدأت الدرس إلى أن انتهيت والقلم بيده، وما ترك القلم من أول الدرس إلى آخره وهو يكتب بدقة، والذي سمعتم هو ملخص لما كتب، وإلا فإنه كتب شيئا كثيرا. فأراه وهو بهذا السن وهمته همة الشباب، بل همته أعلى من همة كثير من الشباب. يوجد كثير من الشباب الآن جالسين ما كتبوا ولا حرفا واحدا. فهذا الشيخ جزاه الله خيرا، يعني يعتبر مدرسة في الهمة، ويذكرنا بأن طلب العلم لا يتوقف عند سن معين. بل لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن طلب العلم إلى متى، قال من المحبرة إلى المقبرة. فطلب العلم مستمر. فهذه الهمة من هذا الشيخ الفاضل جزاه الله خيرا حقيقة تعتبر مدرسة، وبعدين تربية مفيدة لنا الأجمعين بإذن الله سبحانه وتعالى وفائدة. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن يوفقه للعلم النافع، وأن ينفعه بما علمه، وأن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. والشيخ جزاه الله خيرا له عندي عدة جوائز، ليست جائزة واحدة، لو عندي جوائز عديدة وكثيرة أيضا. نعم. وأول جائزة معجلة،
أقدمها له لأني نسيت محفظتي في البيت فأنا أهديه ساعتي، هذه الأولى. وأما الجوائز الأخرى فإن شاء الله تصل إليه في بيته.